غالي وخاصك ما كاينش في المغرب ما متوفرش. على الاقل كون كان متوفر في السبيطارات غيجيك مزيان حتى لجهه نزيف، على الاقل مشي عند قاعد مخعب وحده ما كاينش. خاصك تجمع لي فلوسو وتصيفطها وعاد يجيك الدواء. هاد الدواء حنا بينا يتوفر عندنا هنا، وبغينا الطبيب تاع الدم يكون في السبيطار ديال اسيو حيت ما كاينش. دابا ملي كندو الدريه كديناها في خطر، في خطر باني كتنزف، ما عطاونا لا اسعاف لا استقبال لا حتى شي حاجه. بقيت كنعوض تم وهي مليوحه بحال هكا ما كاينش اللي تسوقك. قلت لي عطيني الاسعاف باش نوصلها لمراكش، ما تسوقني حتى واحد. وهاد الدواء ديالها هذا هو اللي بغيتو انا يكون معها ديما مع سكينه طول الحياه. السلام عليكم، انا سميتي نهاد القداوي، مريضه بمرض سميتو ويلي بغون. عندي واحد الماده ناقصه في الدم هي اللي مسؤوله على تخثر الدم. انا عندي ناقصه ما عنديش، كندوز واحد ليباري في العرق هما اللي كيزيدوني ديك الماده باش ان الدم ديالي يولي عادي بحال الانسان العادي. هاد الليباري هادو كندوزهم في العرق غاليين بزاف، يعني ما متوفرينش هما في المغرب، ما كاينينش في المغرب، كاينين في برا ما كاينينش في المغرب، كيجيو من برا للمغرب. دير 2899 درهم يعني الوحده، وما يمكنش يعطوك وحده، خاصك خمسه، وخمسه ما كيكفوش بزاف على حساب بحال دابا الا كان فيا نزيف ما يمكنش انني ندوز غير خمسه، غيخصني على الاقل 20. بحال كيطلب ليا الطبيب فاش جاني نزيف طلب ليا 20 برا. ماما ما عندنيش الامكانيات باش انني نشري ليباري وهذا، فقالت لي نقص لي دوزت خمسه شويه تحبس الدم وهذا. كنت كنطيح في المدرسه، كنت كنمشي للمدرسه كنطيح، هذا بقى كيشدني الوجع بزاف، شدني الوجع بزاف وهذا. مشيت عند الكلينيك في هنا في اسفي، حيت السبيطار في اسفي السبيطار ديال محمد الخامس ما كيستقبلوش، ما كيعبروكش، ما كيعتبروكش حتى واش انت انسان، حتى ديك الشوفه الاخره ما كيشوفش فيك الطبيب. يعني انا يا مغيبه، انا ما كايناش في الوعي، وماما هي اللي مسكينه كتهضر مع الطبيب كتقول لي غير شوفها، على الاقل عطيني غير اسعاف نمشي لمراكش، هما يعرفوا شنو عندها. مادام نتوما ما عرفتوش عطونا الاسعاف والو، ما كي ما 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 عبروهاش، ما هذه كنهزروها يعني ما يشوفوش فيك حتى الشوفه، يعني كيتعامل واحد التعامل اللي خايب بزاف. فمشينا عند واحد الطبيب بزاف باش جا عندنا في الكلينيك، هو اللي قال لي شوفي راه هذه المضره ما نقدرش نعرفو لك، ها كيسيري ديها لمراكش، ديري لها التلفازه هنا في اسفي. دارتها لي، لقينا عندي بلي عندي الدم هنا في كرشي، مشينا طلعنا لمراكش. مراكش انفو، مشينا لمراكش عند واحد البروفيسور كاين في مراكش، دخلني حتى للانعاش، يعني مده طويله وانا في الانعاش، بقى بالتحاليل وداكشي عاد عرف المرض اللي عندي وقالها لي. كنتمنى الصحه تكون في المغرب، نتمنى العلاج والناس يداووا في المغرب. في اسفي بالضبط، اسفي راه الناس فيه كيموتوا، الناس يعني بزاف الحوايج كيطراو لهم، الناس ما كيلقاوش حتى الاستقبال. الاستقبال لابسط حاجه ما كايناش، من غير الدواء، من غير انه خاصو يداوى، خاصو يتعرف على الاقل شنو عنده. الطبيب يعرف غير شنو عنده باش يوجهو للطبيب اللي غيمشي عنده، اللي غيتبع معاه الحاله ديالو. ما كاينش بحال دابا انا المرض ديالي ما عرفوش الطب، واخا انا راه من صغري وانا كنعاني منه، ما كاينش الطبيب اللي عرفو، حتى البروفيسور عاد هو اللي عرفو. ولو كون عرفوه ليا من صغري كون انا تعالجت منه. دابا كنتمنى منهم انهم يشوفوا من حالي ويعاونوني في الدواء ديالي باش نقدر انني حتى انايا نكون كانسان عادي، نقدر نخرج، نقدر نلعب، نقدر نضحك، نقدر حتى لبي نمشي عند طبيب سنان نحيد سنتي عادي. بحال دابا هاد الضرسه هادي عندي انا خاصني ضروري نحيدها، ولا ما كانش عندي الدواء ما يمكنش لي نحيدها، وما يمكنش لي انا نشري الدواء. ها غير الدواء، انا ما بغيت حتى حاجه من غير الدواء، ان الدواء توفر ليا باش نقدر نعيش حياتي صافي. انا بغيت نشكر كاع الناس اللي تعاونوا معايا واللي كيتساعدوا معايا واللي باغين يتساعدوا معايا، كنشكرهم بزاف بزاف. كنلقاو الخير في اللي براني وما كنلقاوش فيه مستشفى محمد الخامس. كتجي الاسعاف كتهزها من المدرسه كنديها، كنقول لهم اودي هاد الدريه راه عندها وعده، ما كاينش طبيب تاع الدم اصلا ما عندناش، ما كيقربش ليك ليها، كيدير يقول لك سير دق ليها البره، وهي ممنوع عليها تدق بره، ماشي هي منشوره، كيبقى يقول لك سير دق ليها بره، ما كيقلبهاش حتى بيدو، تيدير لها بحكه كاع على الاقل يشوفها شنو كاين. كنمشي للسبيطار ما كاينش استقبال، ما كاينش طبه اصلا، السبيطار ما فيهش طبه، ما فيهش العنايه. واش الدريه كتموت وهو مطلعها ليا عند النفسات، وانا كنقول ليه نازف راه داخل الداخل، بيت ندير لها التلفازه باش نشوف النازف فين وصل، وعطوني الاسعاف باش نوصلها لمراكش، بان في واحد الحاله خطيره ولا فمها ابيض صافي، راه الدم طلع قد هكا في المصران. ما استقبلونيش
سبيطار محمد خامس راه لا صحه فيه لا عنايه فيه لا استقبال فيه لا طب فيه. علاش حنا نمشيو حتى لمراكش؟ وعلاش نمشيو حتى لكازا؟ علاش ما يكونش عندنا هذا الشيء في اسفي؟ علاش عاد هزيتها ديتها للمصحه؟ المصحه راه غير قسم كتحط واحد الزباله تاع الفلوس. جا واحد الطبيب عيطوا عليه، جا مسكين دوز ليها، دار لها التلفازه، قال لي هادي خصها دابا دير السكانير. مشيت درتو بزباله تاع الفلوس، قال لي انا غندوي مع داك باش تساعد معاك، ما كاينش. قال لك بيت تعطيني قد وقد نجي ندير لك التلفازه، ما عطيتينيش ما نجيش. انا كنشوف بنتي في واحد الحاله خطيره، كنقول الناس عتقوني، الكريدي غرقت كريدي. المهم انا بنتي نعتقها، هزيناها ديناها لمراكش ديريكت الانعاش. قال لي الدريه راه نزيف عدل داخل بزاف، بقات واحد المده طويله في كلينيك، وعارفين نتوما كلينيك شحال كي شحال تاع المصاريف ديولو. جبتها اكتشفوا المرض ديالها باني خصها تاخذ هاد الدواء، هاد الدواء غالي. خديت لها باش عتقت هذوك خمسه، كان قال لي 20، انا ما عنديش 20 قاسحين عليا. قلت ليه شوف عطيني خمسه وخا غير نعطيها غير شويه. خديت دوك خمسه دوزتهم ليها شويه، ولكن ديما هي في خطر، والدواء خصو يكون عندها ديما في الثلاجه. بغيت الصحه تكون عندنا في اسفي بينات حنا بنتنا، ولا ماشي عيب بنتي انا، راه كلهم كلشي مريض، راه ماشي عيب بنتي، راه كلشي مريض. انا هاد الدريه عندها هاد المرض شويه خطير، مع انه نزيف كيجي في اي لحظه، تكون عانا عسى حتى كيجيها. كنوجه ليهم الله يجازيهم بخير ويسهل عليهم ربي يا ربي، واللي عنده شي مريض الله يشافيه ويحن القلب في هاد البنيه باش حتى هي يشرو لها الدواء يبقى عندها ديما حطيات. وبغيت شي واحد المساعده ديالي بحث على هاد المرض ديالها، واش عندو شي علاج ولا يبقى هاد الدواء طول حياتها مسكينه. ربما شي نهار انا نموت، شكون اللي غيهزها؟ شكون يعاونها؟ على الاقل بتنقي غير مسكين شي حاجه تشهاتها بتاكلها، ما تقدرش تخاف تجرح، ولا جرحت خص الدواء يكون. وزايد من جنا الدواء شرينا الدواء وجناه، ما لقيناش اللي يدوزوا ليها، ما لقيناش اللي يدوزوا ليها. مشيت للسبيطار قال لي ما نشدوهاش، مشيت كلينيكات قال لك ما نشدوهاش الا واحد الوليد الله يسهل عليه، الله يسهل عليه مسكين هو اللي يشدها. قال لي ما تعني حتى حاجه، هذه بنتي فيما كانت شي حاجه جي عندي ندير لها التلفازه، كان شي نزيف دغيا نعتقوها نصيفطها لمراكش، ولا كان شي انسان يشري لها الدواء انا ندوزو لها مرحبا. وكنشكروا من هذا المنبر بزاف بزاف بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.